حاب ناكد مره اخرى واللي الجماهير ندير الفريق الكل راو قيس اليعقوبي جاي عرض وخرج ونحب نعاود ناكدها مره اخرى خاطر يظهر لي قد ما ناكدوا البارح خرجت الاعلام في نهارتها معناتها قبل يقولوا شبيه ما يتكلموش وافيك سا اون كروا لي غيمور هوني وغادي جوريت خالصين راهم شهر سبتمبر وهذا يعتبر ما كانهم خالصين وشهر اكتوبر اونكور واللي يقولوا راهو ثلاثة شهر جوريت مش خالصين ويعقوبي خرج خاطر مش خالص راهو غلط راهو غلط راهو غلط. يا جمهور النادي الافريقي التفوا حول جمعيتكم التفوا حول ناديكم فما مشروع كامل توا لتحديث النادي من كل الشيرات الكوميسيون تاع سبونسورينغ ومتاع نتاع البيبليسيتي تخدم الكوميسيون جوريديك تخدم الانفراستركتور تخدم ميديكال تخدم معناتها قاعدين نحطوا في واحد النادي وهذا قاعد ينعكس على الفريق الاول للنادي ناقصين حاجه برك كيما كنا وقت البارح خاطر وقت البارح جمهور النادي الفريق الكل مع نادي حتى صارت مشكله جمعتين تالي مع جريده معناتها التفوا الجمهور الكل على النادي التوا ما نخليوش الاشاعات معناتها تدخل الدود في جماهير في جماهير النادي في ناديهم في اليوم جمعي. شكرا لك انس مالك كنت معنا تحكي على النادي الافريقي.